بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أبناء التلاميذ، رأينا في الحصة الأولى أن القيم في القرآن الكريم هي كثيرة ومتنوعة، منها قيم فردية وقيم أسرية واجتماعية وسياسية. ولقد سبق وأن تعرفنا على القيم الفردية والأسرية، وبقي من هذه الوحدة قيمتين، وهي القيم الاجتماعية والقيم السياسية. وكما تعلمون أن القيم الواردة في القرآن الكريم تقوم على عقيدته، وكذلك تطبق منهاج شريعة الإسلام، وبالتالي فالتحلي بها في شتى المجالات تكون طاعة لله وعبادة له، كما يحقق بها الإنسان لنفسه السمو ولمجتمعه الرقى. وهذا ما نكتشفه معا في هذه العناصر الباقية. أولا، تكملة للحصة السابقة، عندنا القيم الاجتماعية. ما المقصود من القيم الاجتماعية؟ هي الأخلاق التي يتعامل بها أفراد المجتمع فيما بينهم، كل الأخلاق والسلوكيات التي يتعامل بها أفراد المجتمع فيما بينهم تدخل في معنى القيم الاجتماعية. ومن بين هذه القيم التكافل الاجتماعي، والتكافل الاجتماعي هو مظهر من المظاهر الإيجابية التي يعود الخير العميم على الفرد والمجتمع. إذن التكافل الاجتماعي هو تضافر جهود أفراد المجتمع في تحقيق مصالح عامة، ودفع مفاسد وأضرار سواء كانت مادية أو معنوية. إذن بفضل هذا التكافل الاجتماعي نستطيع أن نحقق الكثير من المصالح التي تعود بالنفع والخير العميم على الفرد والمجتمع، وفي نفس الوقت نستطيع أن نتخلص على الكثير من المفاسد والأضرار سواء كانت مادية أو معنوية. والدليل عليه من القرآن الكريم، لاحظوا من سورة الحجرات، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الناس من أجل تعمير الأرض، وكذلك حتى يتسنى لهم أن يتعاونوا فيما يعود عليهم بالنفع. عندنا القيمة الثانية وهي قيمة التعاون. ما المقصود بالتعاون؟ وهو إعانة الناس ومساعدتهم على مشاكلهم والتغلب على نوائب الدهر. ويقول الله سبحانه وتعالى من سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن من واجب أفراد المجتمع أن يكونوا متعاونين، وأن يمدوا يد المساعدة لبعضهم البعض في أيام الشدائد والمحن، وكذلك أيام الأزمات. ننتقل الآن إلى القيم السياسية، والمراد بها وهي تلك التعاملات التي تنظم علاقة الحكام بالمحكومين، أي كيف تكون العلاقة بين الحاكم ورعيته. نعلم أن في نظام الحكم الإسلامي يعتمد على أسس ذات أهمية قصوى. من بين هذه الأسس، أولا العدل، والعدل يعتبر قيمة، وهو
أساس الملك، وما معنى العدل؟ هو وضع الأمور في نصابها وإعطاء الحقوق لأصحابها مهما كان جنسهم ودينهم. إذن العدل هو إعطاء لكل ذي حق حقه دون مراعاة أو اعتبار الجنس أو الطبقة أو الدين أو اللغة أو اللون، لأن لا يوجد هناك تمييز أو تفرقة بين الأجناس، وإنما لا بد أن يسود العدل بينهم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. وكلمة القسط في هذه الآية المراد بها العدل. ثم عدنا الشورى، والشورى هي عبارة عن تبادل الآراء وكذلك وجهات النظر للوصول إلى أصوب الرأي. وأول من عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس مشورة، فشاور الصحابة في غزوة بدر عن الأسرى، ثم كذلك شاور أصحابه وخاصة سلمان الفارسي حينما طلب منه، قال له استفسارا، قال له: كنتم في الفرس إذا حاصركم الأعداء ماذا كنتم تفعلون؟ فأشار عليه سلمان أن يحفروا خندقا، وبذلك انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب دون قتال. إذن الشورى هي تبادل الآراء ووجهات النظر للوصول لأصوب الرأي. وقوله تعالى: وشاورهم في الرأي، في الأمر عفوا، وأمرهم شورى بينهم. إذن الشورى من العوامل التي من خلالها نتوصل إلى الرأي السديد، فإذا تفاعلت الآراء نستطيع أن نتخلص عن من الاستبداد وكذلك الانفراد بالرأي، لأن في معظم الأحيان يكون رأي الفرد بعيدا بكثير عن الصواب، أما رأي الجماعة فهو أقرب للصواب. ثم عندنا العنصر الطاعة، عنصر آخر وهو الطاعة. وتتمثل الطاعة أولا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وذلك بابتثال أوامره والابتعاد عن نواهيه. ثم تأتيها في الدرجة الثانية، وهي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالاقتداء به وكذلك التمسك بسنته الشريفة. وفي المرتبة الثالثة، وهي طاعة الحكام أو العلماء، لأن هناك تفسيرات، منهم من يقال أن كلمة أولي الأمر يراد بها الحكام، وبعض المفسرين قالوا يراد بها العلماء. المهم أن العلماء كما نعلم هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، وبالتالي العلماء أخذوا من علم الأنبياء والرسل، وها هم اليوم يستكملون مسيرة الأنبياء والرسل بإرشاد الناس وتوجيههم فيما يعود عليهم بالخير والسعادة في دنياهم وآخرتهم. وكذلك طاعة الحكام، ويقصد بها الطاعة الواعية، أي أن نطيعهم في القوانين التي سنتها الدولة وأن نلتزم بها ولا نخالف النظام، وبذلك نكون قد حافظنا على النظام العام الذي يسود الأمة. ثم ننتقل في النقطة ما قبل الأخيرة إلى ما هي الآثار الناجمة أو التي تعود على الآثار الإيجابية التي تعود على الفرد والمجتمع. من بين الآثار أو القيم، آثار القيم التي تعود على الفرد والمجتمع، هي أولا
المحافظة على وحدة وسلامة المجتمع. بهذه القيم يتسنى لنا أن نحافظ على تماسك ووحدة المجتمع، ونقضي كذلك على كل بوادر الفوارق وغيرها. ثم عندنا إحساس المواطن بانتمائه لوطنه واعتزازه به. كلما كان الإنسان متحليا بهذه القيم إلا وكان له انتماء لوطنه، أي يحب وطنه ويغير عن وطنه ويساهم في بنائه وتشييده. ثم عندنا انتشار روح الأخوة والمحبة والتسامح بين أفراد المجتمع. إذن يتحول المجتمع بفضل هذه القيم، وهي الأخوة والمحبة والتسامح وغيرها من القيم الكثيرة الموجودة في القرآن الكريم، إلى مجتمع متراص، مجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه البعض كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك هذه القيم بصورة عامة تحقق لنا الأمن والاستقرار في مجتمعاتنا، وبالتالي لا تكون هناك جرائم ولا تنتشر الآفات ولا الفتن، وإنما نستطيع القضاء على كل الدول المظاهر السلبية بل تختفي من مجتمعنا. ثم تجعل الفرد صادقا ومحسنا ومسؤولا في مجتمع، مسؤولا في مجتمع ومتعاونا مع الناس. الآن هذا الفرد لابد أن يكون المؤمن أو المسلم إيجابي كالغير، أينما وقع نفع، وبالتالي التحلي والاتصال بهذه القيم تجعل الفرد المسلم يعني فردا صالحا، وإذا صلح الفرد صلح المجتمع. ثم نأتي في النهاية إلى استخلاص الأحكام والفوائد. أبناء التلاميذ لديكم في الكتاب المدرسي مجموعة من النصوص القرآنية، وهذه النصوص تحتوي على مجموعة من القيم. إذن من خلال قراءة الآيات يمكن لك أن تستخلص قيمة الواردة في هذا في الآية من خلال القيم التي تعرفنا عليها اليوم. إذن لابد كذلك أذكركم وفي تنبيه هام أن لابد من استخراج الأحكام نستعمل مثل هذه المصطلحات كما استعملت مصطلح وجوب التمسك بقيم القرآن، لأن التمسك بقيم القرآن في الحقيقة هي دلالة على كمال الإيمان وحسن الإسلام. ثم عندنا وجوب العدل في الحكم بين الناس، هذه نسميها أحكام لأن استعملنا كلمة وجوب. ثم ننتقل إلى استخلاص الفوائد. لاحظوا الفائدة الأولى التي استخلصتها بصورة عامة، اهتمام القرآن الكريم بالقيم لنشر الفضائل. كذلك بإمكانك أن تقول أن القرآن الكريم يشتمل أو يتضمن على قيم متنوعة، والمجموعة التي ذكرناها قيم فردية وأسرية واجتماعية وسياسية، وبذلك تكون كذلك تعتبر هذه فائدة. ثم عندنا ضرورة التحلي بمكارم الأخلاق. وفي الختام أكون قد انتهيت من هذه الوحدة. أتمنى لكم التوفيق في دراستكم، وأرجو منكم أن تحرصوا على مراجعة الدروس مراجعة جيدة حتى يكلل الله أعمالكم بالنجاح، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.